السلام عليكم. اليوم نعود للمشروع تاع ربط ميناء بجاية بطريق سيار شرق غرب على مستوى البويرة، يعني على مستوى بلدية أحنيف في القرب من ولاية البويرة. إذن المشروع هذا يعرف تأخر كبير في الجزء يعني اللي قريب من مدينة بجاية، واللي يقع بين النقطة الكيلومترية 11 والنقطة الكيلومترية 16، يعني بمنطقة برج عمان، وكذلك الجزء اللي يمر على وادي غير، حيث أنه فيه مشاكل كبيرة تعيق يعني استمرار الأشغال واكتمال الأشغال. منها المشاكل نتاع نقص المواد نتاع الردم يعني بناء الرواق نتاع الطريق، يخص المواد نتاع الردم إذن لزاكريكا، وكذلك مشاكل أخرى عندها علاقة بتسوية الوضعيات نتاع السكان اللي عندهم أراضي يعني جاية في الرواق نتاع طريق السيار. إذا فيه مشاكل نتاع التسوية نتاع هذه يعني القطع الأراضي، وكذلك مشاكل نتاع التسوية نتاع المستحقات المالية للشركة الصينية التي تقوم بالأشغال. أضف إلى ذلك فيه مشاكل أخرى يعني تؤخر الأشغال على مستوى النفق نتاع سيدي عيش، اللي فيه زوج أنفاق بطول 1800 متر، واللي فيه يعني عملية الهندسة المدنية انتهت في هذه الأنفاق، لكن تبقى عملية تجهيز الأنفاق هذه بالمعدات السلامة ومعدات التهوية، كل ما هي لابارتي تكنيك كما نقولوا نتاع الأنفاق هذه. مازال الأشغال بطيئة جدا. إذن الحلم نتاع استعمال هذا الطريق السيار يبقى مؤجل، يعني جيسكانو فالورتر. نتمنى أن السلطات على مستوى الولاية ثم على المستوى الوطني أو على الوزارة أن يتكفلون بهذه المشاكل اللي راهي تعيق الانتهاء تاع الأشغال تاع هذا المشروع اللي طال أمده. الحقيقة المشروع هذا بدأ في 2011، رانا في 11 سنة أو تقريبا أو 12 تقريبا 12 سنة منذ بداية المشروع هذا، ومازال ما انتهتش. إذن يعني بغض النظر عن المشاريع الأخرى اللي راهي معطلة، يعني كاين طرق سيارة أخرى معطلة، طريق جيجل الصطيف وطريق الغزوات إلى طريق سيار شرق غرب، وكذلك في سكيكدا، وكان كذلك طريق سيار تاع تنس يربط شلف، مدينة شلف بالبناء تنس. كل هذه المشاريع اللي يعني تعتبر مشاريع استراتيجية وتحتاج إلى معالجة آنية، معالجة فورية، وإن شاء الله يكون فيها خير في المستقبل. والسلام عليكم.